شريط أخبار المغرب لهذا الأسبوع غادي نبداوه بالزيارة اللي كيقوم بها الملك محمد السادس لدول الخليج، حيث بدأت الجولة ديالو بزيارة المملكة العربية السعودية والأردن، وغادي تواصل بزيارة قطر والإمارات والكويت. اللقاءات والمباحثات اللي غادي تجمع الملك محمد السادس مع زعماء وملوك دول الخليج كتمحور بالأساس حول العلاقات الأخوية بين المغرب وهذه البلدان، وكذلك سبل التعاون الخليجي مع المغرب في إطار جلب الاستثمارات وإنعاش برامج تمويل. من جهة أخرى، افتتح الأسبوع الماضي الملك محمد السادس مقر البرلمان الدخول البرلماني لهذا العام. هذا الافتتاح اللي عرف حضور كل أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ألقى فيه الملك محمد السادس خطاب أكد فيه على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، إضافة إلى ضرورة التعجيل بالمصادقة على القوانين التنظيمية اللي أشار لها الدستور المغربي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخيرا، ومن بعد أسابيع من الشد والجذب، صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هاكا على دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي، حيث نشرت الهيئة على موقعها في الإنترنت قرار المصادقة على الدفاتر اللي شرفت على إعادة الصياغة ديالها لجنة حكومية ترأسها نبيل بن عبد الله وزير الاتصال السابق ووزير الإسكان والتعمير الحالي. للإشارة، فدفاتر التحملات في النسخة ديالها الأولى أثارت جدل كبير بسبب الشيء اللي توصفت به الحكومة بالرغبة ديالها في التحكم في مضامين ومحتوى برامج القناتين. عندنا دفاتر تحملات جديدة أعدت بمنهجية تشاركية